دلوقتي هنعمل لكم البسكوت، ايه رايك؟ اتفضلي. مقادير البسكوت كالاتي. سكر بودره. انا في الحلقه دي ببقى ماليش اي لازمه غير ان انا اقعد العب معاكم. طيب 1400 جرام دقيق، ايه ال 1400 جرام دقيق دي؟ انا كيلو و400 جرام. ها؟ ايه كيلو و400 جرام؟ ايه؟ كيلو و400 جرام. كيلو و400 جرام؟ اه. طيب كيلو و400 جرام دقيق. اه. وكيلو زبده. اهو. تمام. أول حاجة بنحط إيه؟ الزبدة. مع السكر البودرة. مع السكر البودرة قد إيه بقى؟ 400 جرام. أيوه. ننزل بقى كده. ونقعد نضرب فيهم شوية لغاية ما إيه؟ يبقوا لونهم كريمي. وبعدين نقوم منزلين عليها الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. صح؟ أيوه. اللي هو كيلو و400 جرام. أيوة. وبعدين 8 بيضات. معاهم بقى إيه؟ 2 جرام فانيليا. و2 جرام ملح. 10 جرام بيكنج باودر. 10 جرام نشادر. وكوب لبن. والدنيا ظبطت معانا، مفيش اي مشكله في الحياه.